أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم عن أجهزة الارتباط الشبكي. أجهزة الارتباط الشبكي هي أجهزة مهمة جداً للشبكة، حيث أنها تساعد في نقل البيانات من جهاز إلى جهاز آخر، سواء كانت هذه البيانات قريبة أو بعيدة. أهميتها كأهمية ساعي البريد والسيارة والطائرة بالنسبة للبريد، فإذا أراد مكتب البريد أن يوصل رسالة قريبة يقوم ساعي البريد بإيصالها، أما لو كانت الرسائل لمكان بعيد فستقوم السيارات بإيصالها، أما لو كانت المسافة بعيدة جداً كالمسافات بين المدن والدول فستقوم الطائرة بمهمة إرسال هذه الرسالة، وكل هذه الرسائل تحفظ بصندوق خاص بها. هذا هو الحال بأجهزة الارتباط الشبكي، فيتم بناء الشبكة من الوحدات المترابطة ووسائل الاتصال، وهذه الوحدات تكون متنوعة في شكلها ووظيفتها، وذلك لتسهل عبور البيانات عبر الشبكة. هناك عدة أنواع مستخدمة في الشبكة، فسنتحدث عن بطاقة الشبكة، جهاز المجمع، جهاز المودم، جهاز المبدل، جهاز الجسر، وأخيراً جهاز المحول أو الموجه. أولاً بطاقة الشبكة. جهاز الحاسب بدون بطاقة شبكة لا يمكن أن يتصل بالشبكة، وعند عدم توفرها يجب أن يتم إضافتها إلى جهاز الحاسب، فهي بطاقة داخل جهاز الحاسب يتم عن طريقها توصيل الحاسب بالشبكة، بالتالي يمكن للجهاز إجراء جميع عمليات التراسل خلال الشبكة. إذن نجد أن في جهاز الحاسب فتحة تشبه فتحة الهاتف، ولكنها أكبر من فتحة الهاتف، هي خاصة ببطاقة الشبكة يتم توصيل أسلاك الشبكة عن طريقها. الجهاز الثاني هو جهاز المودم. يستخدم جهاز المودم لربط أجهزة الحاسب بخطوط الهاتف، ويمكن أن يكون هذا الارتباط سلكياً أو لا سلكياً. إذن عند وجود جهازي حاسب في الشبكة ووجود جهاز المودم سنستطيع نقل البيانات عبر خطوط الهاتف. إذن لانتقال البيانات من جهاز إلى جهاز آخر يجب أن تنتقل البيانات عبر خطوط الهاتف، والمودم هو الذي يمكننا من نقل البيانات عبر خطوط الهاتف. الجهاز الثالث هو جهاز المجمع. يستخدم جهاز المجمع لتجميع كيابل وأسلاك الشبكة، ويقوم ببث الإشارة الصادرة من أحد الأجهزة إلى جميع الأجهزة دون تمييز. إذن لدينا أجهزة في الشبكة، يقوم المجمع بتجميع أسلاك هذه الشبكة، فلو أراد هذا الجهاز أن يرسل رسالة إلى هذا الجهاز في الشبكة يقوم بإرسال الرسالة إلى المجمع، المجمع يعيد إرسال هذه الرسالة إلى جميع الأجهزة، ولكن يحتفظ بها المستقبل فقط. المبدل يشبه المجمع في تجميع كيابل وأسلاك الشبكة، ولكن قبل أن يبث الإشارة الصادرة من أحد الأجهزة يقوم بتحليل العنوان والتعرف على الجهاز المرسل إليه ويرسل الإشارة إلى هذا الجهاز دون غيره، فلو أراد هذا الجهاز أن يرسل رسالة إلى الجهاز الآخر سيقوم بإرسال الرسالة للمجمع، المجمع يقوم بتحليل العنوان ليعرف من هو المستقبل، بالتالي سيرسل الرسالة إلى المستقبل فقط دون غيره. إذن الفرق بين المجمع وبين المبدل هو أن المجمع يرسل الرسالة إلى كافة الأجهزة دون معرفة عنوان المرسل إليه، أما المبدل في البداية يحلل العنوان
يحدد الجهاز المرسل إليه يرسل الرسالة للجهاز المرسل إليه فقط دون غيره. جهاز الجسر هو عبارة عن جهاز يربط شبكتين محليتين معا. فلو أردنا ربط شبكتين محليتين سيقوم الجسر بعملية الربط. يقرأ عنوان المرسل إليه الموجود ضمن البيانات المرسلة ويعيد إرساله إلى شبكة كاملة متضمنة لهذا العنوان. جهاز المحول يقوم بربط شبكات كبيرة ببعضها، مثل يقوم بربط شبكة الإنترنت بشبكة محلية، حيث يتم نقل البيانات الصادرة من أحد الأجهزة عبر عدة شبكات حتى تصل إلى الشبكة المحلية. إذن ملخص درسنا لهذا اليوم، تحدثنا عن أنواع أجهزة الارتباط الشبكي، بطاقة الشبكة، جهاز المودم، جهاز المجمع، جهاز المبدل، جهاز الجسر، وأخيرا جهاز المحول.